السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطلاب المميزين الطلاب الأذكياء الطلاب الشطار، إن شاء الله رافعين رؤوسنا ورسائلكم بالعفاءات المميزة وبالسعيات العالية، وإن شاء الله اللي ما يحصل إعفاء يكون المعدل ماله عالي بحيث إنه يمتحن الشفوي وشوي يحتاج من التحليل وينجح، لكن هاي إن شاء الله ما تفيدك. حاول تقرأ المادة مع اللغة الإنجليزية طلاب الصف الرابع الإعدادي والخامس الإعدادي، لأن نريد نشوفكم معدلات عالية بالسادس، ولأن المادة بين الرابع والخامس والسادس جدا مترابطة، ولأن الإنجليزي بشكل عام نفس الإنجليزي كامل. يعني الإنجليزي إذا يقول لك مضارع بسيط سواء انطال الأول أو للسادس أو للخامس أو للرابع نفس الموضوع بالضبط، لكن شوية تسهيلات بالأمثلة، تسهيلات بالاختيارات، صعوبة شوية بشرح الموضوع، ألا هو نفس الموضوع نفس الإنجليزي، ما راح يخترعون شيء جديد. هذه شغلة. موضوعنا هو اليوم هو أفرس العروض اللي هو للصف الرابع الإعدادي بالوحدة الخامسة. طبعاً موضوع العرض أو العروض موضوع عادي وجداً، إنه أنت تعرض أشياء معينة، تعرض مساعدة، تعرض تجيب له غلاس ماي إلى آخره من العروض. مثلاً العرض لفعل شيء ما أو مساعدة أو القيام بأمر ما، هذا إنه تعرض. زين شلون العرض؟ Your father is carrying a box. والدك يحمل صندوقا. شنو العرض اللي ببالك؟ اروح اعاونه او اروح اساعده. هذه موجوده عندنا. زين offer to help him and accept. اعرض عليه المساعده واقبل. اعرض المساعده له واقبل او وافق. إذن shall I help you? Thanks, that would be very nice. أقدر أساعدك؟ عادي يقول لك شكرا، هذا لطف كبير منك. زين شلون أجي أسويها وشلون أجي أعرض وش أسوي عندك قاعدتين؟ بس shall I زائد فعل مصدر، I will زائد فعل مصدر، واثنين نتخلنا التكملة بس. I will بها نقطة وshall I بها علامة استفهام question mark وبس، هيك سهل جدا وبسيط. اذا اردت قبول للعرض thanks that would be very nice. اذا اردت رفض refuse no فارز thanks وبس. هيك يجينا سؤال I buy the cinema ticket، راح اشتري تذكرة للسينما. اعرض. زين إذا تخلي الشل آي أو تخلي آي ول بالحالتين أنت استخدمت هذه، إذا موضوع العرض بدأ عندنا من هنا مباشرة آي ول وأنزلها. زين هذا الآي نفس هذه، هو يقول أنا راح أشتري، وهنا يقول أنا سوف أشتري، نفس الشيء استخدمته أنا واحد ما تغير، استخدمت الفعل بالحالتين وكملت الجملة وخليت نقطة لأن استخدمت آي ول. زين يقول لك offer and refuse، ارفض الرفض no thanks، هذا نوع من الاسئله تفتهمه وتنطل عرض حسب القاعده والموضوع اللي تطابق. مو مثلا هو والدك يحمل صندوق نروح لدكتور الاسنان، ماكو ربط نهائيا، اي ربط ماكو، لازم العرض مالك والموضوع مالك يكون ضمن سياق الموضوع. زين انت تقدر تستخدم هذا الكلمه كجوكر help you، هذه نزل shall I help you و I will help you، هذني تستخدمهن باغلب الامثله، مو كل الامثله، اغلب الامثله. يعني مثلا هو قال لك انه والدك يعمل صندوق shall I help you، اخوك محتاج الدرس، اخوك عنده امتحان محتاج الدرس shall I help you، اقدر اساعدك. زين صديقك يريد يروح المكان معين اقدر اساعدك، كلها تقدر تساعده، لكن عندك امثله وعندك قواعد انه انت تستخدم قاعده تمشي حسب القاعده، بس اذا تاهت عليك استخدم القاعده هذه وبدال المصدر والتكمله نزل هيلبي وتكمل عندك. هذا في حاله انه انت الموضوع تاهي عليك وتريد بس تنجح، بس اذا اردت تتعلم اللغه الانجليزيه لازم تمشي على القواعد وتمشي على الشغلات اللي تناسب ويا العرض. زين your friend is saying he is thirsty. أفر صديقك قال انه عطشان.
شنو العرض اللي عندك؟ Shall I help you? I will help you. كلها تقدر تساعده. لكن الجملة ناقصة معنوية، شنو المساعدة اللي تعرض عليها؟ هو عطشان. شدرد مثلا طقق صابع رجليه، لا هو عطشان، شيرد منك. فأنت عندك تقدر، أقدر أجيب لك قلاص مي، راح أسوي لك قلاص عصير، أمشي خلي يشرب شربة زبيب، يلا أبو مرطبات قريب. هاي كلها عروض. زين أجي أنزل I will أو أنزل Shall I. نزلتهن، هذه اللي نزلتهن. زين اجيب عادين اجيب عرض مناسب لمعنى الجمله. Shall I get you a glass of water؟ اقدر اجيب لك جلاس مي؟ تفضل عطشان تجيب له جلاس مي. زين I will make a juice for you، راح اصنع عصير لك. اثنين يتعلقن بالعطش، واثنين الجمل تتعلق بالعطش. يعني عندك قاعدتين او سؤالين، سؤال ينطيك العرض كامل وسؤال العرض عليك، وانت حر تستخدم اي قاعده. اذا خيرك بقاعده انت تمشي على القاعده، ما خيرك وانطاك براحتك فعندك قاعدتين زائد مصدر زائد تكمل، علامه استفهام للشرط ونقطه للايول. هذا كل ما يتعلق بموضوع العرض للصف الخامس، العفو الصف الرابع الاعدادي بالوحده الخامسه. اشوفكم فيديو ثاني موضوع ثاني في امان الله.